الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، قال رحمه الله، قال: وعنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، رواه البخاري. قد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير، والمراد بهذا الحديث الحث على الكرم والإنفاق في سبيل الله. فهذه 40 الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها أعلاها وهي منيحة العنز، وقد أخفى النبي صلى الله عليه وسلم بقية الخصال من أجل أن يجتهد المسلم في العمل الصالح، فأعلى هذه الخصال منيحة العنز. والمنيحة المراد أنك تدفع هذه العنز ليستفيد من أعطيته هذه العنز من لبنها ويستفيد ثم يعيدها. وهذا يعني وهذه الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تنبيه على الأعلى منها، فمنيحة العنز لا شك أن أفضل منها منيحة البقر، ولا شك أن أفضل من منيحة البقر منيحة النياق، فهي أفضل من منيحة العنز. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منيحة العنز من أجل الدلالة على ما هو أعلى منها. فإذا كانت المنيحة بهذه الميزة العظيمة أنها أعلى هذه الخصال، فكيف بالإهداء؟ فكيف بالإعطاء؟ يعني من غير مقابل ومن غير رجاء الرد، فهذا لا شك أنه أفضل وأعظم وأعظم. ولكن هنا بشرط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما من عامل يعمل بخصة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. أولا، أن يعمل المرء محتسبا الأجر عند الله عز وجل، وأن يؤمن بما أعد الله عز وجل لمن عمل هذا العمل. ما هي المرتبة؟ أن يدخله الله عز وجل الجنة. فانظر عظيم الأجر على قليل العمل. منيحة عنز تعطي رجلا يستفيد منها ثم يعيدها إليك، تفعلها احتسابا للأجر وتصديقا بما أعد الله، يدخلك الله عز وجل بها الجنة. وهذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة، أن الإنسان ما يعلم ما هو العمل الذي يدخله الجنة. قد يكون العمل قليلا يسيرا في أعين الناس، لكنه عند الله عظيم. فمنيحة العنز سبب في دخول الجنة إن احتسبتها وصدقت بما وعد الله عز وجل الموفقين في سبيل الله. قال: وعن أبي أمامة خدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه مسلم. وأيضا هذا الحديث تكلمنا عنه في أبواب سابقة، ولكن هذا الحديث أيضا يدل على الحظ والحث على الإنفاق في سبيل الله، وأن ما زاد من المال خير للإنسان يتصدق به وأن لا يبخل به، لأن الإنسان هو المحتاج إلى الإنفاق في سبيل الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، رواه مسلم. وهذا حديث عظيم يا عباد الله، هذا الحديث حديث عظيم، فيه دلالة أن الأخلاق الحسنة سبب لهداية الناس، ومن أعظم الأخلاق التي تسبب هداية الناس الكرم والإنفاق والجود والإحسان.
لأن الكرم الكل يتفق على مدح صاحبه، فهو من أعظم الأخلاق التي يمدى عليها المرء، وهي من أعظم الأخلاق التي تحبب الناس إلى الخير وتحبب الناس إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب كرمه العظيم دخل أناس كثر في دين الإسلام، منهم هؤلاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، وهذا عطاء عظيم، غنم بين جبلين، يعني هذا ليس واحدة واثنتين وثلاثة وأربع، وإنما قطيع كبير، غنم بين جبلين. فرجع إلى قومه، يعني رجع هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، انظر ماذا يريد بالإسلام هو الآن؟ يريد الدنيا، ما أراد الإسلام من أجل الإسلام، وإنما من أجل المال الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. هو أسلم من أجل المال، ولكن عندما أسلم بسبب المال فإنه يرجى له أن يثبت الإيمان في قلبه، لأن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يستطيع أحد أن يزحزحه. وهذه يا عباد الله قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة ليست فقط في هداية الناس إلى الإسلام، وإنما في كل عمل صالح. قد يأتي الرجل يقول: أنا ما أستطيع أن أعمل هذا العمل الكثير، أستطيع أن أعمل هذا العمل القليل. قل له: تعال أعمل هذا العمل القليل، لأن هذا العمل القليل الذي سيعمله سيجره إلى أكثر منه حتى يصل إلى الغاية وإلى الهدف. هذه قاعدة تؤخذ من هذا الحديث ومن غيره من هذا وغيره من مثل هذه الحديث. مثالها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الإسلام والشرط، ما هو شرطه؟ قال: ألا أسجد. لماذا لا يسجد؟ قال: أسلم بك مالك ما أسجد. قال: حتى لا ترتفع استي، يعني أمام الناس، يعني قالها تكبرا. فقال له: أسلم، قل: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنه إذا دخل في الإسلام سيلزم بأحكام الإسلام، إما أن يسجد وإلا أن يقتل. ولكن إذا أسلم وخالط الإيمان قلبه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيسجد حبا وإكراما لنفسه. فهذه قاعدة عظيمة، قاعدة نبوية، من تأمل الحديث النبوية يعلم هذه القاعدة العظيمة، أنك لا تعسر على الناس من أجل أن يأتوا بكل ما عندهم، وإنما اقبل منهم القليل، والقليل سيجر إلى كثير. فهذا الرجل قال لقومه: أسلموا، إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. انظر الكرم ماذا فعل في هذا الرجل، الكرم والجود والإحسان، جعله يدعو قومه إلى الإسلام. قال: أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم قال راوي الحديث: وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، النية ليست من أجل الآخرة، من أجل الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام محب إليه من الدنيا وما عليها. الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يزحزح أحد، لأن الإيمان إذا جاء في القلب فإن المسلم لا يرى هذه الدنيا شيئا، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأعظم. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس تأليفا لقلوبهم، وأيضا كان يعطيهم من أجل أن لا يرتدوا عن الإسلام. النبي أرفق الناس بالناس وأرفق الأمة بالأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأن هؤلاء القوم إما أن يكونوا يعني ليس الإيمان متمكن في قلوبهم، ليس متمكنا في قلوبهم، وإما أن يكونوا مسلمين ولكن عندهم جهالة، وعندهم يعني سوء في التعبير وسوء في الكلام، فإذا تفحشوا مع رسول الله كفروا، لأن الفحش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وردة، مقام النبي مقام عظيم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان رفع الصوت سبب لأن يحبط العمل فمن باب أولى الفحش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي من رأفته ورحمته بالأمة أنه يعطيهم من أجل أن يثبتوا على الإسلام، أو أنه يعطي بعض الناس من أجل ألا يتفحشوا معه فيقعوا في الردة. ولهذا الحديث أنظار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم عندما كان مع صفية ومر رجلان، ماذا قال؟ قال على رسلكما إنها صفية. فقالوا سبحان الله يا رسول الله، قال إني خشيت أن الشيطان يلقي في قلوبكم شرا أو شيئا. لأنهم إذا ألقي في قلوبهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم محاشى رسول الله، أنه مع امرأة ليس من محارمه، كفروا بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم هذا الباب وأخبرهم إنها صفية. ومثله هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، يعني يرموني بالبخل، وإذا رموا الرسول بالبخل كفروا بالله. قال ولست بباخل. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، لأن البخل صفة ذم مطلقا، البخل صفة ذم مطلقا. وقد جاء عن الإمام أحمد أظن رحمه الله أنه قال اجتمع يعني قوم صالحون فاتفقوا أنه لا يوجد رجل صالح بخيل مخيلا، لأن البخل صفة ذم. ومن صلاح المرء أن يكون كريما، لأن الكرم من الصلاح ومن التقوى، لأنه مأمور به شرعا. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مغفله من حنين، يعني مرجعه من حنين عندما عادوا من حنين من حنين. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مغفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه، يعني اجتمعوا عليه، حتى اضطروه إلى سمرة، يعني إلى شجرة من الشجر بسبب كثرتهم وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فخطفت رداءه، يعني هذه السمرة تعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فخطفت رداء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تجمع هؤلاء الأعراب، لأن الأعراب معهم غلظة وجفة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنه نزل ونزل الناس معه، فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه، يعني عدد هذا الشوك، والعضاه تنطق بالها وقفا ووصلا، قال فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما يعني من الأنعام لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الأمة، نبي الرحمة، نبي الكرم، نبي الإحسان، نبي الجود صلى الله عليه وسلم. قال لو كان لي عدد هذه العضاه، يعني هذا الشوك، نعما يعني من الأنعام لقسمته بينكم. هذا دليل على سعة كرمه صلى الله عليه وسلم. قال ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وهذا يستفاد منه أيضا مداراة أهل الباطل ومداراة أهل الجهالة إذا كان هناك مصلحة. وأيضا هذا الحديث يفيدنا أن الإنسان يجوز له أن يمدح نفسه عند الضرورة وعند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبنا. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ولكن هذا جاء لمصلحة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما مر علينا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ذكر ما حصل لهم في أول الإسلام في غزوة ذي الرقاع، ثم رضي الله عنه يعني ود أنه لم يقل هذا الكلام. ولكن قد يمدح الإنسان نفسه ليس من باب الفخر ولا من باب التكبر، ولكن قد يكون من أجل دفع مضرة أو وجود مصلحة، فإنه يجوز مدح النفس في أحوال ضيقة، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم واثنى على نفسه في هذا الحديث فقال ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، لأن هذه الصفات صفات ذم، والإنسان عليه أن يكون في مقابلها فيكون كريما صادقا شجاعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.